الآن إلى سبورت التي أشارت إلى اجتماع مرتقب في إمارة موناكو الفرنسية بين الناديي برشلونة وليفربول، دائما بشأن اللاعب البرازيلي كوتينيو. الصحيفة الكتالونية أوضحت أن التعاقد مع فيليبي كوتينيو يشكل أولوية قصوى بالنسبة للبارسا، الذي أوصل هذه الرسالة للاعب ومندوبيه بعدما تردد أن النادي وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع لاعبين آخرين. وأضافت أن النادي ووكيل أعمال اللاعب يعملان بجد لجعل صفقة الانتقال تتجسد إلى حقيقة، ودفع ليفربول إلى الموافقة على عقد اجتماع خلال قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في حال اجتياز النادي الإنجليزي الدور التمهيدي بنجاح. الآن مشاهدينا وإياكم بعد هذه الجولة في الصحافة الأجنبية سنتحول وإياكم إلى طائفة جولة أخرى من الأخبار إنما في الصحافة العربية. الآن البداية ستكون من هسبريس المغربية التي عنونت التالي: ما هي يقترب من تعويض في غولي في وستهام؟ في التفاصيل، أشارت الصحيفة إلى اقتراب وستهام من ضم الدولي المغربي ميمون هماهي لاعب فريق خرونينغن الهولندي الذي سوق الانتقالات، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، لتعويض رحيل الجزائري سفيان فيغولي المنتقل حديثا إلى غلاتا سراي التركي. أضافت أن إدارة النادي الإنجليزي تعتبر ماهي أقرب اللاعبين إلى طريقة لعب فيغولي، وأكدت أن اللاعب سيوقع عقده مع فريقه الجديد نهاية الأسبوع بعد اتفاق الطرفين على بنود العقد الذي سيربطهما، متوقعة أن يوقع اللاعب على عقد يمتد لأربعة أعوام. في الرأي الكويتية نقرأ التالي: المطوع يلتحق بالقادسية. الصحيفة نقلت عن رئيس جهاز كرة القدم في نادي القادسية سعود بوحمد قوله أن المهاجم بدل المطوع سينضم إلى المعسكر التدريبي للفريق المقام حاليا في تركيا، وذلك بعدما غاب اللاعب عن الفريق منذ بداية التحضيرات في اسطنبول، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية ثانية خلال الأسبوع الجاري. الآن إلى الصحافة القطرية مع يومية العرب التي عنونت: عناب القدم يستأنف تدريباته استعدادا لتصفيات كأس العالم 2018. بالتفاصيل تقول الصحيفة أن المنتخب القطري الأول يستأنف تدريباته في الدوحة عقب الانتهاء من معسكره الخارجي في إنجلترا، ويأتي المعسكر في إطار التحضيرات للقاء المنتخب السوري في ماليزيا ولقاء الصين بالدوحة ضمن الجولة التاسعة للتصفيات الحاسمة المؤهلة إلى مونديال روسيا. أشارت الصحيفة إلى افتقاد المنتخب جهود قائد الدفاع إبراهيم ماجد لسبب الإيقاف مباراة واحدة، وأوضحت أن العنابي ينتظر تحديد حالة أحمد معين بعد أن أجرى عملية جراحية منذ فترة في الكتف. بهذا نصل إلى ختام الطبعة الأولى، شكرا جزيلا على المتابعة، في أمان الله.